ندخل على المباراة النهاردة ونروح لزميلنا كريم أحمد أيضا هيطمنا على فريق النادي الأهلي قبل بداية المباراة. تفضل يا كريم. كل التحية ليك يا كابتن إسلام الشاطر، وكل التحية لمشاهديك ومتابعيك من خلال ملعب الأهلي. كالعادة طبعا كل التمنيات لفريق النادي الأهلي اليوم، مباراة غاية في الأهمية وغاية في الصعوبة لفريق النادي الأهلي، الأهلي والمصري على استاد المكس في تمام الساعة 8 مساء. نتذكر ونذكر كل السادة المشاهدين، المباراة كانت ستقام في استاد الجيش بالسويس، لكن بعد المخاطبات الأمنية والتنسيق مع النادي الأهلي ولجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تم الاتفاق على استاد طبعا زي ما بنتكلم وبنقول استاد المكس، يعني ارضيته طبعا مميزه جدا، لكن كنا بنتمنى يكون الامور دي يعني ما تبقاش في 48 ساعه قبل الماتش، لا الملعب هيكون متواجد. كنا بنتمنى كالعاده يكون كما الجدول متواجد وكما الجدول المعلن يكون المباراه كالعاده على استاد الجيش بي السويس، لكن خلاص الامر انتهى بالنسبه لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي متواجد هنا في الاسكندريه، استعدادات مكثفه لمستمره للجهاز الفني في شغل كبير بيبذل بالنسبه للجانب النفسي يا كابتن اسلام، ده اللي حابين نتكلم عليه في البدايه، لان الامر مهم جدا. خلاص المنحدر الاخير لبطوله الدوري العام، 8 مباريات، لو نقدر نقول اكتر من مباراه كاس نقدر نقول على مباراه بالنسبه دي. لكن جمهور النادي الاهلي كالعاده والرساله المميزه والمسانده الدائمه لجمهور النادي الاهلي ليه الفريق والجهاز الفني ان شاء الله النهارده بتمنى ينعكس عليهم في الملعب، خلق الدوافع بشكل مستمر اللي بيقوم بيه الجهاز الفني، كابتن سيد، كابتن يوسف، كابتن سامي، يعني كل الجهاز بيحاول ان هو يشتغل مع لعيبه النادي الاهلي بجانب الشغل اللي في الملعب، ملعب مختار التتش والتدريبات الاخيره لفريق النادي الاهلي كان فيها حماس وتركيز لكن كان فيها حرص ايضا كمان نظرا للعدد الكبير من الاصابات والغيابات اللي ضربت فريقا للنادي الاهلي خلال الايام الماضيه. فيمكن الامر صعب جدا في هذه المباراه، 20 لاعب في القائمه ويمكن 13 او 14 لاعب يخرجوا من القائمه، منهم للانذارات ومنهم للاصابات ومنهم ايضا كمان للرؤيه الفنيه للجهاز الفني. نذكر كمان للساده المشاهدين وجمهور النادي الاهلي بالقائمه اللي تكونت من 20 لاعب: علي لطفي، مصطفى شوبير، احمد فتحي، رامي ربيعه، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، علي معلول، حسين الشحات، هشام محمد، ناصر ماهر، رمضان صبحي، صالح جمعه، احمد الشيخ، وليد ازارو، وصلاح محسن، باسم علي، جيرالدو، وجونيور اجاييه، وعربي بدري. اثنين طبعا حابين نتكلم عليهم في البدايه، وهشام محمد عودته من جديد وعوده ايضا كمان رمضان صبحي اللي ان شاء الله باذن الله يكون جاهز النهارده لهذه المباراه التدريبيه. كان 48 ساعه الماضيه كان بيأدي اداء مميز، يعني نقدر نقول ان هو بيعلن جاهزيته، لكن الدفع بيه من بدايه المباراه اكيد امر متروك للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي. لكن مع الغيابات ان احنا يرجع لنا رمضان وهشام متواجدين معانا، وبينضم كمان احمد الشيخ بيدخل لقائمه فريق النادي الاهلي بعد فتره غياب كبيره، كمان عربي بدر من اللاعبين المميزين في قطاع الناشئين للنادي الاهلي، اثنى عليه مستر مارتن واثنى عليه ايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مجهوده مميز جدا. بنتمنى ايضا كمان لو ليه دور النهارده في المباراه يكون موفق، مباراه ليها حسابات فنيه، حسابات داخل المستطيل الاخضر، لكن اللي بنتمناه النهارده يا كابتن اسلام ان احنا نشوف شخصيه النادي الاهلي من جديد، نشوف شروح الفانيلا الحمراء، نشوف التركيز والاصرار والجديه اللي احنا منتظرينه ومنتظره ايضا كمان جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه بالتحديد وكل المباريات القادمه لنهايه الدوري ان شاء الله. وباذن الله ثقتنا لن ولن تهتز في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، كل مباراه باذن الله بيكون في دوافع جديده، بيكون في اصرار، بيكون في جديه، لكن يبقى التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي، كل لعيبه بتبذل مجهود كبير، الجهاز الفني بيبذل مجهود كبير، لكن ينقصنا التوفيق يا كابتن اسلام. المباريات الماضيه رحنا ضيعنا في فرص كتيره جدا كانت سهله لفريق النادي الاهلي بيشتغل عليها الجهاز الفني، لكن التوفيق مع لعيبه النادي الاهلي الامر بيكون مختلف بشكل كبير جدا في حضور الجماهير. النهارده كالعاده المباراه بدون جمهور بعد اختيار استاد المكس، قرار كان من طبعا الجهات الامنيه ومن ايضا كمان الاتحاد المصري لكره القدم بدون جمهور المباراه، لكن خلاص تعودنا على كده، المباراه سواء بجمهور او بدون جمهور لازم النادي الاهلي يحصل على الثلاث نقاط، لان هي فرقه بشكل كبير جدا معاه ان شاء الله في الحفاظ على لقب بطولة الدوري العام. ايضا كمان العدد الكبير اللي احنا قلنا عليه من لعيبه النادي الاهلي اللي هيغيب عن قائمه المباراه: شريف اكرامي، سعد سمير، كريم ندفت، حسام عاشور، محمد هاني، ومحمود وحيد، ويمكن هؤلاء اللاعبين للاصابه. عندنا ايضا كمان لعيبه بتغيب للانذارات والحصول على ثلاث انذارات: الشناوي، عمرو السليه، مروان محسن، رؤيه فنيه ايضا كمان لمستر مارتن لاسارتي، محمد شريف، محمد نجيب، اسلام محارب، حمودي احمد، على عدد كبير جدا من اللاعبين، لكن بناكد وبنقول كل مره لابد يكون الكل على قلب رجل واحد، اي لعيب يكون متواجد
في المستطيل الاخضر لابد ان هو يبذل مجهود كبير جدا ان شاء الله في هذه المباراه. كل اللعيبه جاهزه، الاختيارات والتشكيل مع طبعا النقص الكبير جدا العددي في نص الملعب الباك رايت، الامر طبعا ما يقدرش ان احنا نتكلم على تشكيل حتى وصلنا ان شاء الله الى ملعب المباراه، لكن ان شاء الله ثقتنا كبيره جدا في كل اللعيبه باذن الله. كمان يا كابتن اسلام من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي نكون متواجدين معاكم في ملعب المباراه، ننقل كل الاخبار والكواليس الحضور ارضيه الملعب، امور عديده جدا ان شاء الله كالعاده ننقلها من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا يا كريم.